مساء النور مستر الدين، مشكور على التكريم هذه. يعطيك الصحة دكتور. أكيد أنت كنت حاضر مع جاد الانشيري وكنت معاه في تأسيس المنظمة التونسية للأطباء الشباب، وعرفت جاد زمن كلية الطب. ساعة رحم الله فقيد الصحة العمومية زميلنا وحبيبنا جاد الانشيري، جاد كان أعظم من الحياة كل ما قيل ويقال في حقه فيما تفضلوا أصدقائنا وقائمنا. جد كان صوت للمستضعفين والمحقرين والمهمشين، صوت عالي ناصر للقضايا العادلة في مكانه. معناها جيت كنهوس باحلام المجد الوطني، مثقل بنبذة رساله من اجل جامعه وكليه معناها شعبيه عادله للجميع. لقاءاتنا كانت قليله جدا على رغم تقاطعاتنا العديده النقابيه والجمعياتيه، اما جيت كان من نوع الناس كما تفضل وقال وائل بكري، كي باس با ان ابيرسو، كي تومار، كي تانسبير، معناها بكلمه، بفكره، بموقف، جيت موجود، موجود، جيت فكره. وبالفعل جيد هو احد اهم المؤسسين للجمعيه التونسيه لاطباء الشبان الى جانب ايمن وامين، اما جيد كان الطفنا واحسننا واذكانا واكثرنا التزاما ايمانا منه بان المعنى للوجود في هذه الحياه هو الدفاع والانتصار للقضايا العادله. وهذاك علاش كان موجود في كل محطات الجدال والدفاع عن المستشفى العمومي. وميزه جيد كانت كونه كان يعتقد كون الاولويه المطلقه اللي كانت موجودة لصحة المواطن حتى تمر قبل الدفاع عن حقوق الأطباء والطلبة. بالنسبة له حق المواطن والزوالي في الصحة حق مقدس. تعرف نصر الدين بكري وائل يحكي، ذكرت أحمد توفيق يقول معنى الموت تختار ديما أفضلنا، وفما سبب، السبب كانوا ينجحوا في الامتحان بكري دونك يكملوا مهمتهم. وأنا متأكد وأعتقد جازما أنه جاب نجاح في امتحان حياتي. الله يرحمه. دكتور صلاح، نعرف أنك تحكي بكل لوعة وكل حسرة، وشفنا حتى على أكيد على صفحة رسمية ليك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لفيديو والتدوينات اللي هبطهم بعد وفاة الدكتور جاد الهنشيري واللي تحسرت فيها على وفاته. دكتور أنت صديقه ورفيقه وعاشرته، لو نقول لك جاد الناس الكل يقولوا هو جاد الإنسان، جاد اللي دافع على كل القضايا، على كل المطالب، جاد المنحاز إلى كما قلت للزوالي، للتونسي، للعياش، للمواطن اللي من حقه أنه يعالج، أنه الحق في الصحة نعرفه هو حق دستوري لكن ما لازموش يكون حبر على ورق كما نادى به جاد الهنشيري في عديد المحطات وفي عديد المناسبات. جاد بالنسبة لي كنت رمز لشنو؟ ولا تعرف لصديق الفترة اللي تعديت وبعد رحيل جاد كنت نحكي مع الأصدقاء المقربين لي نقول لهم مانيش حزين. معناها الشعور اللي يمتكني واللي ينتابني هو إحساس بالغضب، أن سنتيمون دو كولير، لوم للذات، لوم للنفس، على خاطر كطبيب مهاجر مرة أخرى في كل مرة يتمس فيها القطاع على مر السنوات اللي تعديت كنت لفت نشوف جاد ونشوف أيمن نشوف مالك، نحس إن قطاع الصحة مازال في أمان. الإحساس هذا مشى الحقيقة اليوم مع ترجل جاد ورحيله رحمة الله عليه. كان شجاع جدا في الخوض في كل الأمور وكان ناصر لكلمة الحق أيا كان الظرف، ويظهر لي اليوم لسونتيمون فما أن سونتيمون دابوندون جينيراليزي، إحساس بعدم الأمان اللي تحسه وتلتمسه في التيمونياج اللي تسمع فيهم الكل. صدقني فما ناس معناها ناصر الدين تكتب لي وتقول لي في الكثير من الاحيان رانا اخترنا الميتين واخترنا دراسه الطب على خاطر اثرنا بكم بحبكم المهنه باللونجاجمون بتاعكم، وانا متاكد في قرارة نفسي انه اغلبهم ومعظمهم الفيتي انسبيري باغ جيد اسونسيلمون. معناها جيد كيما شكري كيما مايا كيما لينا، جيد فكره ومبدا والفكره والمبدا ما يموتوش. جاد كما كنت تحكي هو ملهم للعديد من الطلبة اللي اختاروا الطب في تونس، وهو كان قيادي في وكان مدافع شرس على قطاع الصحة في تونس وعلى الصحة العمومية بصفة عامة. اليوم خلينا نحكي واقع الصحة ما بعد جاد الهنشيري، ما بعد وفاة جاد الهنشيري. انت كنت ما بعد جاد الهنشيري مسار ومنهج حاجه لن نحيد عنها، وهذه فرصه غير سعيده حقيقه باش نتوجه بالنداء لكل شرفاء القطاع، اساتذه، طلبه، قطاع عام، قطاع خاص، كيما كان جد يلمنا في حياته ويلمنا اليوم بترجله، وجبنا الدفاع على قطاعنا، وجبنا الدفاع على المستشفى العمومي، معناها لاكسي وسوان كما تفضل وقال بكري وائل ولا طارق، للمهمشين، للمفقرين، للناس اللي تخليت عليهم الدوله هذه. نحارب المستكرشين والمفسدين في القطاع على كثرتهم وقله انسانيتهم، نطالبوا بتوفير امكانيات وظروف علاج خير تليق بالمواطن، ظروف تكوين احسن زاده للطلبه، نحاربوا الهرسله والمحسوبيه والاستغلال في القطاع. معناها اليوم الفو دينونسي لي ماغوي كل مظاهر الفساد والرشوه وكي دي تورنومون دي باسيون وسرقه الادويه وتهريبها والصفقات العموميه المشبوهه ولوبيات الصحه وما فيهم. معناها اليوم
حقيقة إلى كل طلبة كلية الطب في تونس، إلى كل إلى أما إلى آخر أمل في البلاد هذه، على خاطر أنتم آخر أمل في البلاد هذه، أنتم نورات البلاد هذه اللي قاعدة تقتل فينا كل ما هو جميل. البلاد اللي ولات تخيرك يا تهجرها يا تموت فيها حسرة وقهرا وغبنا على البلاد. اليوم نستحفظوا على بعضنا ونشبثوا بالأمل من أجل صحة عادلة، من أجل صحة شعبية للناس الكل. في كل خطوة نتذكره جاد، ما نتذكروهش حزنا، نتذكروه وفاء لأحلامه، وفاء لأماله، وفاء لمبادئه. نستحفظوا على بعضنا كأنه كل يوم هو آخر يوم، ونواصلوا الدفاع على القضايا العادلة، على خاطر الأصل من الوجود والأصل من الحياة والمعنى الحقيقي هو الدفاع عن القضايا العادلة، على حياتنا العظام وموت الكرام كما زميلنا حبيبنا ورفيقنا جاد رحمة الله عليه. هذا هو إن شاء الله رسالتك وتكون وصلت دكتور سلاح الشهيبي من فرنسا، يعطيك الصحة على تدخلك معنا، وأنا الحقيقة نعذر كل الحزن واللوعة اللي من صوتك ظاهرة ومن ملامح وجهك ظاهرة على وفاة زميلك ورفيقك وصديقك الدكتور جاد الهنشيري. شكرا مرة أخرى دكتور سلاح الشهيبي، مباشرة كان معنا في من فرنسا.